العوائق والتحديات هو هنا في الإمارات بفضل الدعم وبفضل التعاون المشترك المقدم من دولة الإمارات حكومة وشعبا والقيادات الرشيدة التي أصرت على حضور لاعبي الهند مع الحفاظ على قواعد السلامة وقواعد الانضباط وقواعد الحجر الصحي حتى يصل هؤلاء الأبطال نحو هذه الحلقة وليؤدوا العرض الممتع القادم في هذه الجولة الخامسة. يفترض إقامة هذه البطولة في دلهي، وحيث جائحة كورونا قد أثرت على المجريات هناك، تم نقل واستضافة اللقاءات باستضافة الاتحاد الأسيوي بإدارة السيد أنس العتيبة وأعضاء مجلس الإدارة الذي قرروا انتقال البطولة لدبي، ولذلك تسمى دلهي دبي. بداية الجولة الأولى وبداية قوية لكمة افتتاحية من لاعب الهند، اللاعب القوي بدأ في هذه الجولة بتسديد لكمات نحو كازاخستان. كازاخستان أسياد الملاكمة في آسيا لفترات طويلة، ولكن بدأت الهند بسحب البساط شيئا بشيئا في السنوات الخمس الماضية. مجموعة من اللكمات القوية من اللاعب الأعصر. اللاعب الأعصر يعد في لعبة الملاكمة أو في جميع الألعاب يعد اللاعب الأعصر ذو خاصية تفوقية على غيره من اللاعبين، فيحتاج التعامل مع اللاعب الأعصر إلى مزيد من الحكمة والحرص، وسنشرح الأسباب لاحقا. ولكن لا وقت للحديث الآن. اللكمات القوية من لاعب الهند، اللكمات القوية المؤثرة نحو الجذع ونحو الرأس، مستقيمة يمنى ويسرى من كلا اللاعبين. لاعب كازاخستان أيضا قوي، الركن الأحمر. وسبق وأن ذكرنا بأن الجولة الأولى ليست بمقياس. أمامنا نكمة خطافية قوية يمنى أو يسرى من اللاعب الهند في الركن الأزرق. لاعب الهند يسدد لكمة، نكمة قوية أخرى. عليك الانتباه يا لاعب كازاخستان إن كنت تود الفوز من تلك اليمنى التي يقدمها أو تلك اليسرى التي يقدمها لاعب الهند. لكمات قوية، مجموعة من لكمتين 1-2، لكمتين 1-2. يركز لاعب الهند على الهجوم الثنائي بضربة جاب وتلحقها كروس، يعطي ضربة مستقيمة باليسرى ثم يتبعها باللكمة اليمنى. ولاعب كازاخستاني لا زال يدرس اللعب، هو يعتمد على اللكمات المرتدة فقط، حيث تفوقت الهند في الهجوم في هذه الجولة. بدأت بالهجوم الضاغط، وهنا المدربون يحبون المدرب الهندي آسف والمدرب الأرجنتيني. يعني تعتمد الهند في تدريب المنتخب على المدرب الأرجنتيني مع جنبا إلى جنب مع المدرب الهندي. تعطي حكمة اللقاء إشارة بمنع الضرب ببطن القفاز، حيث تعتبر هذه مخالفة أخرى للحفاظ على معايير السلامة، على سلامة كلا اللاعبين. يمنع الضرب ببطن القفاز. مجموعة من اللكمات. لاعب كازاخستان بدأ يركز، بدأ يصمم على الفوز في هذه الجولة ولإعطاء انطباع أولي جيد لدى القضاة. 10 ثواني لم نشعر بقربها لانتهاء الجولة الأولى من هذا اللقاء الحماسي. لاعب الهند لاعب قوي وأتوقع تفوق في هذه الجولة الأولى وانتهاء الجولة الأولى بقرع الجرس. ومرة أخرى مع الاستراحة القصيرة التي تكون لمدة دقيقة واحدة. لقاءات الأيبة الأوبن بوكسينج، اللقاءات المفتوحة، تكون بقواعد 3 جولات، 3 دقائق للعب، تخللها دقيقة للراحة، ودقائق اللعب إجماليها تكون 3 دقائق، بمعنى 9 دقائق في المجمل العام. ولكن صدقني عزيزي المشاهد، 3 دقائق في جولة الملاكمة
تعادل ساعات خارجها. ينبغي عليك التدرب ساعات وساعات طويلة حتى تقوم بهذا الأداء الطويل. إشارة إلى خروج المساعدين خارج الحلقة ليعلن الميقاتي بداية الجولة الثانية والجرس. بداية الجولة الثانية، بداية لمباراة أخرى قوية خامسة في هذه البطولة القارية. نعم، لعب كازاخستان الآن. لنرى نصائح المدرب الكازاخستاني لكيفية التغلب على هذا القطر الهندي القوي. نعم، إشارة من الحكم للاعب الهندي في الركن الأزرق برفع الرأس تجنبا للاصطدام، ومجموعة من اللكمات. لاعب كازاخستان يحاول السيطرة، ولكن اللاعب الأعصر ليس بخصم سهل. نعم، لكمات قوية من كلا اللاعبين. يبدو اللاعب الكازاخستاني إصرار على الهجوم. بدأ اللاعب الهندي بالرجوع الدفاعي، هو ليس رجوع سلبي ولكن رجوع. أوه، لكمة مرتدة قوية وهوك أيسر قوي، وهوك أيمن يتبعه من الركن الأزرق، وهوك مرتين أخريتين. هذه القوة ما شاء الله. لاعب الهند يؤدي أداء جيد حتى الآن. لاعب كازاخستان ليس لسهل. لقد رأيت اللاعب كازاخستاني وهو يتدرب حقيقة خلف الكواليس. لاعب كازاخستان ليس بسهل، ليس بالخصم السهل، بل هو ند قوي. ولكن يبدو لي أن لاعب الهند أكثر إصرارا وأكثر تركيزا، ولكماته مؤثرة أكثر. هوك يمين من اللاعب الأزرق ويتبعه مستقيمة باليسرى، وتشير الحكمة إلى تنبيه شفوي بمنع رفع الركبة نحو الأعلى. مجموعة من اللكمات عند الحبال. طموح من كلا اللاعبين، لقاء قوي، ضربات نارية ومجموعة من اللكمات أخرى لتزيد الحماسة في هذا اللقاء القوي بين دولتي كازاخستان والهند. ودقيقتين، بقي دقيقة على نهاية الجولة الثانية القوية. وطأت الحكم إشارة للاعب الهند برفع الرأس. مجموعة من اللكمات القوية من كلا اللاعبين. انظروا إلى هذه اللكمات القوية المسددة. أوه، ولاعب كازاخستان الآن يرد، يقوم بالرد على لاعب الهند بمجموعة من اللكمات. وانتو جاب وكروس، ولكن قادمة من كازاخستان نحو الجذع الهندي. تطلب من لاعب الهند اللعب فوق الحزام وتسديد اللكمات فوق الحزام. لو تكررت هذه لم تعطي الإشارة ببدء اللقاء، ولكن تأمر اللاعب الهندي بأن يرفع لكماته أعلى حيث يمنع اللكم حول الحزام الأبيض. 10 ثواني حتى نهاية هذه الجولة الشيقة القوية. لكمة قوية نحو الجذع من اللاعب الهندي، يختتم بها السيطرة التامة الهندية على مجريات اللقاء. وليست كازاخستان بالند السهل، ولكن هناك المزيد، لا زال لدينا جولة ثالثة. يا سلام، إعطاء النصائح من كلا. انظروا لهذه الإعادة البطيئة للقطات المقتطفة من مجريات اللقاء القوي. حقيقة لا أدري أي لقطة أميز من الأخرى، جميعها لكمات قوية، جميعها لكمات مؤثرة في ست دقائق مضت من جولتين حدث فيها الكثير من الأحداث والكثير من التنقيط والفروقات التي ينتظرها الشخص الفائز في الأخير. الحكم تعطي تنبيه شفوي آخر للاعب الهند برفع الرأس قبل بداية الجولة الثالثة والأخيرة. لاعب الهند يسدد لكمة قوية يسرى نحو الفك الكازاخستاني، ولكمة أخرى لاعب الهند. يا سلام، يا سلام على هذه الحركة وهذا الإصرار. ولكمات قوية أخرى. نعم، 1-2 نحو لاعب كازاخستان الذي احتار في الهجوم. لاعب كازاخستان يفكر كيف يهاجم شخص لا يثبت في مكانه، شخص قوي ولديه عزيمة
ويلعب الكونتر اتاك بكثره لكمات المرتده. اتوقع ستعطيه انذار على رفع الراس، انذار شفهي فعلا اللاعب الهندي لرفع راسه لعدم الاصطدام، وتعتبر هذه مخالفه ولكن تم التنبيه شفويا. لاستكمال هذا اللقاء الحماسي 45 ثانيه بدات، لكمتين قويتين نحو الفك من الهندي نحو كازاخستان. لاعب الهندي لاعب قوي ولديه تركيز عالي، بالإضافة كون الميزة أنه لاعب أعسر حيث يشكل اللاعب الأعسر تحدي بالنسبة للاعب قوية. لاعب الكازاخستان تحول الآن نحو اللعب كأعسر ورجع مرة أخرى واللكمات لكمة قوية يسرى من لاعب الهند. لاعب كازاخستان حصره في الزاوية، لا تحصر نفسك في الزاوية، القاعدة الأولى في الملاكمة يا لاعب الهند. يا سلام يا محمد، محمد من الهند خصم عنيد. محمد صبري خاني يصر على الفوز باللكمات وبالرجوع الدفاعي والهجومي في الوقت ذاته. لكمة قوية أخرى يمنى من لاعب الهند ويتبعها مجموعة من اللكمات ثلاثية نحو الفك الكازاخستاني، ولكمة مستقيمة أخرى من لاعب الهند، لكمة يسرى نحو لاعب كازاخستان، التحام بسيط ويعود مرة أخرى للقاء. يا سلام لكمات قوية بأثرة، لاعب الهند يخرج من الزاوية بكل خبرة وبكل مهارة صراحة. الخروج من الزاوية يتطلب التركيز وتحير، انظر يكررها لاعب الهند ويذهب إلى الركن ثم يخرج من الركن بلكمة يمنى خطفية. أتوقع ذهاب النصر ولكن لن نستعجل النتيجة، لكن اللاعب محمد صبري خاني يؤدي شكل جيد من لاعب من الهند. 10 ثواني حتى بنهاية هذا اللقاء الخامس والحماسي في البطولة القارية الآسيوية، ويعلن اللقاء، يعلن نهاية اللقاء بقرع الجرس. يا سلام يا محمد، محمد صبري خان في وجهة نظري المتواضعة كان الأكثر سيطرة على هذا اللقاء، وكان يقف كعقبة في طريق كازاخستان نحو التتويج. يبدو لي المدرب الكازاخي وهو غير راضي، لكن كل العذر للاعب كازاخستان، حاول أن يواجه هذه الصخرة بكل ضراوة. وننتظر إعلان القضاة للفائز تتويجا بهذا اللقاء القوي. الفائز كما توقعنا محمد صبري خان من الهند بإجماع القضاة 5-0. 5 قضاة حول العالم أجمعوا أن اللاعب الهندي كان الأكثر تركيزا والأجدر بالفوز. انظر إلى هذه النتيجة الواضحة 5-0 نحو محمد. كلا اللاعبين